السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. ساعات الواحد بيقضي 10 سنين من عمره بيدور على حاجة، وفجأة بعد ما بيحصل على الحاجة دي يحس انها ولا حاجة، ويشوف له حاجة غير الحاجة ويدور عليها برضو 10 سنين مع انها ممكن تكون مش محتاجة. مهما تتغرب وتروح بلاد تانية بتحس ان انت بتدور على حاجة غير اللي انت طالع من بلدك عشانها، مع انك اصلا اللي انت محتاجه في ايدك وقصاد عينيك، لكن انت عايز حاجة شبه الحاجة مش الحاجة اللي مش محتاجة. ومع ذلك بتسافر وتتغرب وبتعمل كل حاجة علشان تحصل على حاجة يمكن ما كانتش على بالك، بس انت بتروح لها قدرا وعلى قد مجهودك بتحصل عليها قصرا حتى لو غصب عنك يعني. ففي النهاية مش عايز الواحد يحس بالندم، مش عايز الواحد يحس ان هو ضيع عمر على حاجة ولا حاجة، لكن اعرف ان ده قرارك. لذلك قبل ما تقرر ظبط قرارك كويس، اعرف الحاجات اللي انت ممكن توصل لها في طريقك حتى لو انت مش محتاجها دلوقتي. السفر والهجرة بيفتح لك ابواب كتير جدا، والابواب دي معظمها انت متعرفش اسمها ومتعرفش وراها ايه، فخليك متحضر لأي حاجة ممكن تحصل عليه. خليك جاهز ان انت تبقى مليونير، خليك جاهز ان يبقى عندك 10 زوجات والعياذ بالله، خليك جاهز انك ممكن يبقى عندك 10 عيال، خليك جاهز ان انت يبقى عندك بيزنس كبير، خليك جاهز ان يبقى عندك بيزنس في اكتر من بلد، خليك جاهز لحاجات كتيرة ممكن بالنسبة لناس تانية حاجة كبيرة.